السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة ان شاء الله هنحل موديل 3 في المعاصر. بيقول ايه الموديل ده؟ طبعا احنا بنحل على يونت 4 بس. The following reaction number 1. The following reaction includes the breaking and formation of bones. ومديك الرياكشن معمولة بشكل البونز. كمان مديك تيبل على الجنب بيقول لك ان البوند انرجي بين البي ار والبي ار الرقم ده، والاتش والبي ار الرقم ده، السي والاتش الرقم ده، السي والبي ار الرقم ده. عايز يعرف التشينج ان هيت كونتنت ان ذيس رياكشن. هنا طبعا احنا هنشتغل معاها بشكل البوند انرجي. ايه هو قانون البوند انرجي؟ قانون البوند انرجي بيقول ان دلتا اتش ايكوال سميشن اوف هيت كونتنت اوف رياكتنت بلس سميشن اوف بوند انرجي اوف برودكت. طيب حلو قوي، يبقى انا لازم الاول اجيب الهيت كونتنت او الهيت البوند انرجي بتاع الرياكتنت. انا عندي كام سي بوند اتش؟ عندي 6 بلس كام بي ار بوند بي ار 1، كام سي بوند سي 1. خلوا بالكم ان انتوا دايما بتنسوا سي بوند سي، كتير كتير بتتعاملوا معاها وما بتبقاش واخدين بالكم منها. لا، انا عندي التفاعل عباره عن سي بوند مع الاتش، اعدهم كام واحده، وبعدين سي بوند مع السي اي، وبعدين البي ار بوند مع البي ار. انا لو حسبت دول يبقى هحسب البوند انرجي بتاع الرياكتنت، طلع 2678. بس انا ملاحظه معايا ان هو في التيبل اللي ادهوني ما ادانيش سي بوند مع سي، فطالما ما ادهانيش خليني زي ما انا. على فكره انا ممكن ادور عليها في الكتاب بتاعي وانا بمتحن وهلاقيها، بس حتى لو ما لقيتهاش سيبها وتعامل معاها لانها موجوده في الجنبين، فممكن بعد شويه هنطردها من الجنبين. حلو، سي بوند مع سي. بعد كده هنجيب البوند انرجي بتاعت البرودكت. هنجيب انا عندي كام سي بوند مع الاتش؟ عندي 5، وعندي كام سي بوند مع بي ار؟ عندي 1، وعندي كام اتش بوند مع بي ار؟ عندي 1، وعندي كام سي بوند مع سي؟ 1. بس خلي بالك ان انا في الهيت كونتنت في الهيت بوند انرجي اوف ذا برودكت بتعامل معاها دايما باخد الارقام بالنيجاتيف. بس هو مديهاني بالبوستر، بس انا بتعامل معاها بالنيجاتيف عشان انا عارفه ان دي ريليزد تبقى بالنيجاتيف ساين. هجيبها كلها هعملها تطلع نيجاتيف 2717. بس خلي بالك ان انا برضو ما جيتش ناحيه سي بوند سي، لقيت السي بوند سي في الجنبين رحت طاردها مشيتهم خلاص من الجنب ده ومن الجنب ده. بعد كده رحت عامل اتش ار بلس اتش بي هتدينا نيجاتيف 39 كيلو جول بير مول، ودي اللي هتبقى نمبر اي، اختيار نمبر اي. فهمناها يا شباب؟ طيب بعد كده هنبدا في نمبر 3. بيقول ايه نمبر 3؟ فروم ذا فولوينج تو ثيرمال ايكويشن. مديك اول ايكويشن ومديك تاني ايكويشن، عايزك تطلع من الاثنين ايكويشن دول باستخدام هيس لو. طبعا هنطلع الايكويشن رقم 3 اللي هي وات ذا انثالبي تشينج ان ذا ايت ايكويشن. هحول الاثنين ايكويشن دول الايكويشن دي واجيب الهيت كونتنت بتاعتها. جميل قوي. اذا انا لازم اشتغل على الاثنين ايكويشن. بص معايا على اول رياكتنت في الايكويشن المطلوبه اللي هي سي، هلاقيها موجوده في ايكويشن نمبر 1 فوق في الرياكتنت برضو. اذا انا في وجهه نظري كده انا مش هعمل حاجه لسه في ايه في ايكويشن نمبر 1. كمان لو بصيت في الايكويشن نمبر 1 هلاقي كربون دايوكسيد موجود في البرودكت، هلاقيه برضو في الايكويشن المطلوبه موجود في البرودكت. اذا انا كده تمام ان الايكويشن نمبر 1 انا مش هقرب منها. طب بص على الايكويشن نمبر 2، لقيت ان ال H2O موجوده في البرودكت في الايكويشن نمبر 2 بس موجوده في الرياكتنت في الايكويشن المطلوبه. طب انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا هروح محول الايكويشن المطلوبه اللي هي رقم 2 دي، هروح اعملها ريفرس. اعمل لها ايه؟ ريفرس. يبقى انا اجاباتي كالاتي، انا هقول له بص بقى الايكويشن نمبر 1 انا مش هقرب منها، انا هسيبها زي ما هي. ايكويشن نمبر 1 از از ات از ويزاوت تشينج. طب الايكويشن نمبر 2 انا محتاج اعمل لها ريفرس او ادفرس. لما اعمل لها ريفرس خليت البرودكت بقى رياكتنت والرياكتنت بقى برودكت، وحولت الدلتا اتش بدل ما كانت بالنيجاتيف فوق حولتها للايه؟ للبوستيف. ادي الايكويشن نمبر 2 وادي الايكويشن نمبر 1. هقول له بقى انا هعمل ابلاينج هيس لو. هيس لو بيقول ايه؟ بيقول ان انا دلتا اتش الاصليه الكبيره هتبقى بتساوي دلتا اتش 1 بلس دلتا اتش 2، واروح عاملاه رياكتنت بلس للرياكتنت بلس للبرودكت وبلس لمين؟ للدلتا اتش. هيطلع التفاعل في الاخر 2H2O بلس C هيدينا 2H2 بلس CO2، دلتا اتش هتبقى بوزيتيف
178.1. تلاحظ معايا ان انا شطبت الاو 2 من هنا والاو 2 من هنا. ماشي يا شباب؟ كده احنا خلصنا 1 و 3. نبدا مع بعض في نمبر 5. نمبر 5 بيقول ايه؟ نمبر 5 بيقول on adding 50 جرام of water whose temperature is 90 degrees Celsius to a calorimeter contain 50 جرام of water whose temperature is 15. يعني انا حطيت 50 جرام من الووتر، التمبريتشر بتاعت ال 50 جرام دي 90، وبعد كده حطيتهم على ووتر اصلا موجودين 50 جرام تانيين بس التمبريتشر بتاعتها 15. ايه رايك؟ ذا ثرمومتر ريدنج هنلاقيها ارتفعت الى 45. طب ليه؟ So the heat absorbed by the calorimeter equal مين في دول؟ The heat lost by hot water طبعا لا هي مش الهيت lost. طب الهيت gained by cold water برضو مش هتبقى الهيت gained. انا لو هدقق صح في الكلمة في الجمل الصح هلاقيها ان هي difference between the heat lost by hot water and the heat gained by the cold water. هي دي الاجابة الصح، ان هي هيحصل difference، هيحصل فرق بين الهيت lost عن طريق الهوت water والهيت gained عن طريق الايه؟ الكولد ووتر. بعد كده هنبدا مع بعض في نمبر 7. In terms in the of the opposite energy diagram which of the following statement is correct؟ مين في دول هي الصح؟ لو انا بصيت كده هلاقي ان اصح واحده هي B، ان C represent the absorbed heat during the breaking of bonds. C هي الابزوربد. طب بص الايه كده represent the released heat، طبعا لا الهيت الايه مش الريليز دي هيت. طب سي بتقول ايه؟ بي ريبريزنت الريليز دي هيت اوف ذا رياكشن، لا هي دي مش الريليز دي هيت برضو، بس يبقى اصح واحده هي بي. بعد كده هنشتغل على النمبر 12. نمبر 11 و12 بيقول ايه؟ What does step number 1 represent؟ ايه اللي step number 1 بتوضح؟ هي فين step number 1؟ اهي بتقول ايه؟ مش ده السوليوت؟ عرفتي ازاي؟ عرفتوا لانه متماسك جدا، very strong attraction force between its molecule، فده يبقى السوليوت. يبقى انا ستيب نمبر 1 عملت ايه؟ ده انا عملت separation between السوليوت molecules او السوليوت ions. وده اندو ولا اكزو؟ لا يا مس رشا ده اندو ثيرميك رياكشن. فانا هقول له هنا ستيب 1 represent the breaking down of bonds between solute molecules طبعا او solute ions، ودي اسمها endothermic reaction. بيقول لي what do you conclude when delta HX اللي هي هنا delta HX دي plus delta HY is smaller than delta HZ. ايه اللي هتلاحظه؟ لو عملت ده وده addition وطلع الرقم بتاعهم اصغر من delta HZ، هقول له the reaction forming solution which is exothermic reaction with negative sign. ده اللي انا هلاحظه، ان الرياكشن بتاعي هيبقى exothermic وليه نيجاتيف ساين في الدلتا اتش بتاعته، لان الاكزوثيرميك اماونت او الريليزد اماونت اوف انرجي از لارجر ذان الابزوربد اماونت اوف انرجي. بعد كده هنحل البروبلم نمبر 13. بروبلم نمبر 13 بيقول ايه؟ كالكوليت ذا توتال هيت ريليزد فروم ذا كومباشن اوف ميكستشر. عمل لك ميكستشر 100 جرام اوف بيوتان واداك الكومباستشن بتاعتها، و100 جرام من الاوكتان واداك الكومباستشن بتاعتها. بس لاحظ معايا اليونت بتاع الكومباستشن مهم قوي يا اولاد، ان انا ابص على اليونت هلاقيه نيجاتيف 49.7 كيلو جول بير جرام. هو انا بشتغل بالبير جرام ولا بالبير مول؟ لا بالبير مول يا مس رش، بس خلي بالك ان انا ممكن اشتغل برضو بير جرام، بس ساعتها هعمل ابلاينج لللو اللي بيقول دلتا اتش ايكوال نيجاتيف الكوانتيتي على الماس او ديفيجن الماس. كل مره كنا بنقول ان دلتا اتش ايكوال نيجاتيف كيو اوفر النمبر اوف مولز، بس هنا انا مش معايا المولر ماس. طب انا مش بالمولر ماس ممكن اجيب، طب واتعب نفسي ليه؟ اجيب مولر ماس واجيب نمبر اوف مولز وابدا اشتغل. هي طبعا هتطلع صح بس هاخد لفه كبيره وهاخد وقت كبير في الامتحان. خلينا نشتغل على طول على، لان انا قلت لكم قبل كده ان انا ممكن استخدم قانون ان الدلتا اتش او التشينج ان هيت كونتنت ممكن يساوي النيجاتيف كوانتيتي اوفر نمبر اوف مولز، او ممكن استخدم الدلتا اتش ايكوال نيجاتيف كيو اوفر الماس. من هنا هيبقى الكيو بيساوي نيجاتيف دلتا اتش باي الماس، بس ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبيوتان. هطلع الدلتا اتش بتاعته اهي، هو مديهاني اصلا باي ال 100 جرام، هيطلع لي الرقم ده بالبوستف ساين. وبعدين
الكوانتيتي بتاعه السي 8 اتش 18 بنفس الطريقه، هيطلع دلتا نيجاتيف دلتا اتش باي الماس هيديني الرقم ده. بعد كده هقول له التوتال ريليز هيت، مش الكوانتيتي، والكوانتيتي هي الريليزد، هقول له التوتال ريليز هيت بيساوي الرقم ده بلس الرقم ده. بمنتهى السلاسه طلع الرقم دوت، ده الكميه بتاعه الريليز هيت. Thank you for following us in our channel.